بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أقدم لك راسي، الاسم محمد البرقادي، رئيس جمعية جين فاس فيتنس لبناء الجسم والفيتنس، حكم وطني، مدرب وطني، أمين المال لعاصمة الشمال الشرقي لبناء الجسم والفيتنس، الكاتب العام للقوة البدنية جهاز فاس مكناس. غادي نقول لك بالنسبه لهذا القرار اللي تحط دابا ديال 50% ديال الانديه. اصلا دابا الانديه راهم ديجا ما كملناش 50%، بزاف ديال العوامل. اولها لان جات مع الدخول المدرسي، الناس دابا راهم مشغولين بالوليدات ديالهم بالدراسه. ثاني حاجه الانقطاع اللي كان دام واحد شهرين وقبل منها واحد العام ونص، بزاف ديال الممارسين اللي انقطعوا على الرياضه بصفه نهائيه، لان بقات الرياضه كتبان لهم هي اخر حاجه يديروها. واش غادي نقول لك، الحمد لله بعد اللي تحلوا لي صال في هذه الفتره هذه، بعد ما تزادش بعد الانقطاع على الرياضه بصفه عامه. احنا بصراحه كنا كنعانيو من البدايه ديال كورونا في 2020، في شهر 3 ديال 2020، وحنا كنعانيو كنعيشو كما قال هذاك باش ما قسم الله، لانه فاش جا الاغلاق وجا القرار ديال الاغلاق، حنا ضمنا مع كباقي الشعب، مع الحكومه ومع البلاد ديالنا ومع سيدنا، على اساس باش غادي يكون شي تعويض فيما بعد. ولكن تفاجئنا فاش تحلوا الانديه ورجعت الحياه شويه بشويه، تفاجئنا بان ما كاين لا دعم بالنسبه للانديه لا حتى شي حاجه. خدمنا واحد المده قصيره، عاوتاني تفاجئنا بقرار واحد اخر ديال الاغلاق بدون سابق انذار، وبقينا سادين من على غير القطاعات واحدة اخرى اللي استمرت في العمل ديالها، وكالقهاوي والمطاعم، وحنا بقينا ضايعين، وبقينا غير كان الانسان الحمد لله ما غيموتش بالجوع، ولكن وصلت فينا العظم بهذا المفهوم هذا، والحمد لله على كل حال. وحنا دابا المطالب ديالنا هو يشوفوا لنا شي حل من هاد الكراوات اللي جمعت علينا، ومن هاد المشاكل، يعني العدد كتير ديال الانديه اللي عندهم المصاريف ديالهم كانوا كيسلفوا باش يوكلوا وليداتهم. الكرا راه تجمعت، راه كاين اللي عليه دابا عام ونص ديال الكرا، ومنهم انا راه كتسال عام ونص ديال الكرا، يعني كارب واحد القيمه ديال 7500 درهم في الشهر، ورحنا داخلين في المحاكم مع الناس مالين الاصل اللي كارين ما عندهم. ما قالك حنا ما نعقلوش عليك، ما غاديش نعرفوك. حنا كنا كنقولوا لهم بان راه غيكون واحد الدعم من الدوله ومن الجهات المعنيه، من الوزاره الوصيه، ولكن ما كاين لا دعم ولا حتى شي حاجه من هذا الشيء. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى هذه الحكومه الجديده تلقى لنا واحد المخرج، وتلقى لنا واحد الحل اللي نقدروا نتفاجأوا به، ونقدروا نستمروا في العمل اللي كنقوموا به. والعمل اللي كنقوموا به راه عمل، يعني بلا فخ مع الله، راه كنقوموا بواحد العمل اللي جبار، من اجل الشباب، ومن اجل المحاربه ديال المخدرات، ومحاربه ديال السرقه، وبزاف ديال المسائل الايجابيه كنقوموا بها حنا. نتمنى الله سبحانه وتعالى ما نخيبوش في هذا العمل اللي كنقوموا به. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.